سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كي دايره الصحيحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالنا ديال اليوم. هاد السيمانه هادي بصراحه ما قديتش نحط كل نهار فيديو، جاتني شويه صعيبه. بحال دركت شويه في الخدمه، داكشي علاش وليت كنحط نهار ونهار لا، كسوله ياك. وكاينه مع ديما ندير البنات مع الخدمه وصافي. الدرك ملي كيولي كثير في الخدمه كتولي تجينا صعيبه هكا كنخدموا كل نهار فيديو. مهم اليوم غنوريكم شكيلات، يعني شي حاجه زوينه. واشنو خدمنا للكليان؟ خدمنا بصراحه شي حاجه اللي زوينه عجبتني وهكا بغيت نشاركها معكم. وهاد القضيه اللي كنديرها البنات راه زوينه، الناس اللي كيبغيو يدفعوا لي كوموند، الناس اللي كيبغيو يدفعوا لي كوموند كتجيهم سهله هكا اشنو يختاروا، بحكم انهم بعاد علينا ما كيقدوش يجيو للمحل وهادشي، يعني كتجيها سهله انها تخدم هكايا. وتا انا كنعطيها الشكيلات اللي كاينين. مرحبا والف مرحبا وشكرا بزاف بزاف بزاف، شكرا على المشاهده ديالكم للفيديو ديالنا، شكرا على الوفاء للقناه ديالكم، مرحبا بكم والف مرحبا. نبداو بمشيئه الله، كاينه شي حاجه زوينه غادي نبدا معكم، يلا معايا. كاينه البنات هاد الجليبيه اللي تخدمات بزاف وتخدمات، خدموها الناس بزاف هذه تحت الطلب. شافوني الناس لابساها في الجلابه ديالي وبزاف الناس خدموها وكيقولوا لي بغينا نفس الثوب ديالك وما كيكونش عندي حتى داك. ديجا كان عندي العام اللي فات، غير يلاه كتب باش يتفصل دابا. ها هي البنات اللي زوينه، وكنقول لكم اي لون اختاريته غنخدم لكم. بالنسبه لهاد السيده هذه خدمتها غير في المليفه وجات زوينه، غنقربكم نوريكم اللوينات اللي خدمت. شوفوا البنات الميلونج باش خدمت، جاو زوينين ومواتين. هذا البنات لون كاشير فن، شوفوا البنات اللوينات اللي خدمت فيه جاو فنين. الناس اللي قلت لكم راه التقنيه راه جديده البنات في الطرزه، هي البنات شوفوها بالنسبه للطرازات اللي معانا، نحاول نقرب لكم البنات. شفتوها خدمنا فيها قطيبه البنات، ها هو هابط. هذا البنات ماكينه ولكن والله تتحل في عليه يد، مخدوم البنات زوين ومفيني، فيها طريزه البنات حتى في لي مونش وجات الفوق، شفتوها ودايره على المونش. افتحات فتحه القدام هاد دارت هاد السيده بلا فتحه، شفتوها. بالنسبه للثمن ديال الخدمه هذه كيبقى داير 600 درهم، ولكن الثوب كيحتاج لينا 3 متر باش كنبقاو هانيين. شتوها فنه لا في الخدمه لا في كلشي. ها هي شنو تاني كاينه البنات؟ هذه زوينه، هذه في الزرق فنه، هذه ديجا معروفه، هذه مطروزه باليد شتوها، ومخدومه بالصم ومخدومه بالتنبات، مخدومه بالماتسون البنات وبالزمرد، جات زوينه شتوها. هذه ثمن الخدمه دايره 500 درهم، فيها عقيدات هابطين تل تحت وضفيره، شوفوا البنات ها الخدمه ديالها، فيها سنينات، خدمتها مولاتها في المليفه، شفتوها كتجي زوينه طريزه باليد البنات، مخدومه بماتسونو بالتنبات وبالصم، جات فنه لا في الخدمه لا في الديزاين ديالها، زوينه حتى هي. هذا الزرق اصلا زوينه البنات، مرحبا الف مرحبا. اي واحد بغى يدفع الكوموند ديالو كنقول له مرحبا بك. سمحوا لي قطعت، جات واحد الكليان خديجه، المهم يلا غتشوف الفيديو دابا. شنو تاني كنت باغا نوريكم؟ هادي البنات هادي زوينه، كنا خدمنا فيها بزاف وعرفتي كتطلع غزاله فيما كنخدمها البنات في اي لون والا كتعجبني. ها انتم البنات فيها طريزه باليد، فيها طرسان هابط تل تحت ودريس وصديفات البنات، شفتوها. هادي جلابيت كسميره بالصحه والراحه. هادي من الناس الكليانات القدام، من يلاه حليت ملي كنت صغيره دابا شرفت. هاي البنات شوفوا طريزه فنه، غزاله في الصراحه. خدمت لها الكريب، خدمت لها ضغوات، خدمت لها افتحات في الجناب. الناس اللي كيوجدوا في الصراحه على تيساع كيتهناو، مثلا كيجي الصيف وهذه كتلقى الجلابه ديالها موجوده، وما تخافيش راني مديره شي حاجه اللي جديده وما دايعاش، واش فهمتوا؟ في
الخدمه هذه، هذا ثمن الخدمه ديالو دايره 600 درهم. التوب راه كريب جايبه السيده. انا كنوريكم دابا لي موديل ديال جليبات اللي عندنا واللي خدمنا الناس. شنو تاني؟ هذه البنات اللي خفيفه وزوينه، فن هذه بحال اللي كنت لابسه انا. هاي غزاله فيها الدبانه، هذه تخدمات ما عرفتش كتبان ولا لا، نشوف. ها هي هذه ديال السيده اللي في وجده دفعتها، وها هي. المهم هي موجوده حبيبتي، كنت معاوله نوجدها لك صيفطها لك، ولكن الامانه دايره اضراب. جات غزاله وفنه وسامبل بحال جلابه البنات اللي كنت لابسه انايا. ما عرفتش علاش ما بان ليش حيت النوار في النوار، عاش كيبان لكم. ها هي البنات دبيبينه ودولاره كبيره، كتجي فنه لا في الخدمه لا في كل شيء. هذه حتى هي، هذا حتى هو شكل اخر ديال الكتخفيله البنات، حتى هو زويون خفيف بالنسبه للناس اللي كتبغي شي حاجه اللي خفيفه. هذا الثمن ديالو داير 7000 ريال باش كنخدموه. شفتوها البنات كيجي زوين وخفيف، كيطلع غزال. دبيبينه البنات حتى في ليمونش، والدبيبينه حتى فوق الافتتاحات، شفتوها. يعني الجلابه ديالك كتجي متوله ومفصله غزاله، شفتوها. بالصحه والراحه، جات غزاله لا في الخدمه لا في كل شيء. هذا الكريسوغي، هذا البنات انا كنميل ديما لهاد الالوان، الكريسوغي النوار البلوميري الموف، ولكن كتجي واحد الوقيته اللي كنبغي نلبس الالوان بحال الصفار البلوروا، كتجي واحد الوقيته كنبغي نلبس. دابا البنات خارج واحد الغوز زوين خدامه فيها البنات في الكريب. بصراحه كنبغي نشكر الناس اللي كيتعاملوا معايا، بصراحه الدراري اللي معايا صحاب التوب، وهذا عطاوني الكتالوج انا الاولى، وقال لي وسام خدمي باش ما بغيتي، هما اللي بديت بهم. كاينين لوينات البنات في الكريب خارجين غزالين، شي حاجه طوب طوب خدمنا بها شي حاجه للبيع. جليبات موجدين ان شاء الله للبيع، خدمت براندا، خدمت بسلان، خدمت بالطرز، شي حاجه اللي غزاله رديخ، شي حاجه البنات هما اللي خدامه فيهم فنه طوب طوب، كتستاهل بصراحه. المهم حتى هما غادي نوريكم لي شونتيو عما قريب، كنتسنى غير تدخلني الخدمه وغنبدا نوريكم ان شاء الله. كاينه هاد الجليبيه اللي زوينه وغزاله سبوره البنات، شفتوها هادي البنات. ولكن هاد اللون راه ما بقاش، كنا خدمناه في الكاشمير ولكن ما بقاش، خدمنا لها مشات لي الهضره، خدمنا لها البنات قطيب ماكينه وتخراس باليد. هاد اللون هذا اشنو دخلنا معاه؟ شوفوا البنات لي بوش، شوفوا اللوينات اللي دخلنا، جاوا غزالين. مشينا بالسومو، مشينا بالباج، مشينا بالصم. لي بوش بجوجهم مطروزين في الجناب، شفتوهم، وفتيحات في الجناب. جات فنه لا في الفصاله لا في التوب لا في الخدمه، في كل شيء. بالصحه والراحه ديال مولاتها، هذه حتى هي جات غزاله بالصحه والراحه. تلبسي وتعاودي. كاينه هذه، كاينه هذه البنات، هذه حتى هي كطلع زوينه. هذه فنه، هذه رشمه ديال الكمبيوتر بحال الجلابه ديالي انا الغوز. شفتوا هذه السيده حتى هي جايه عندنا من اليوتيوب، تخدمت طلعت ليها غزاله رشيمه. قربكم شفتوها، جات فنه في هاد اللوينات، جاو غزالين. خدمت لها حتى ليمونش، فيها الارض، فيها واحد الفيربوتي، فيها الكرونه، طلعت غزاله. درت لها عقيدات سنينات، عقيدات سنينات، شفتوها. الارض راه بحال ما كيبانش، ها هو راه كاين البنات، شفتو حيت جا الارض اللون في اللون مع التصوير، ما كتبان كيبان فيها هنايا. درت لها القبيب، كاين الناس اللي كيبغيو القب مشقوق كيقولوا لي هو نورمالمون امتى كنديروا البنات القب مشقوق، مني ما كيقدناش الثوب حيت الثوب كله ولا فيه جوج وربع، مني ما كيقدناش الثوب كنديروا حنا القب مشقوق. كاينه السيده اللي كتقول لي ديريه ليا، واخا يكون عندها الثوب وافي كنديروا ليها، شفتوها فنه هذه. كاينه هذه اللي غزاله، جات فنه
هادي ديجا خدمناها. دابا نوريكم الالوان اشنو خدمنا. خدمنا في هاد الالوان في اللواغج وفني. هاد السيده هادي جابت فوالا البنات، جهز زوين غزال وطاحوا الالوان فنين وخدمتهم ليها في النواغ. بالنسبه للناس اللي كيبغيو النواغ يخدموا فيه شي لوينات، كنقترح عليكم هاد الالوان طلعوا فنين. شفتوهم؟ هادي ليلى جلابه الكري ديالك الاخرى راه موجوده، والنواغ دابا ها هي موجوده، يعني جليباتك كلهم موجودين. كنقول لك مرحبا بك، تقدري تدوزي اي وقت تاخديهم. مرحبا والف مرحبا. اختارينا لها اننا شفتوها، درت لها دريس اللي باليد اللي فنيون. جاتها جليبيه فنه، درت لها طريزه حتى فوق الافتتاحات، حتى اللوينات البنات تواتات، جات غزاله غزاله غزاله، حمقاتني. شنو ثاني كاينه؟ هاد الجلابه دو بياس البنات اللي فنه، هادي السيده اللي جات من برشيد العروسه. شفتوها؟ القفطان التحتاني فيها الراندا، انا كيعجبني نخدم البنات بحال هكا، التحتاني كيجي بالراندا، كيجي زوين وانتي ولا رقيق وزوين. الالوان ديال القفطان هما اللي بغيت ندخلهم ليها، جاوا زوينين، حاولت انني ما نبعدش. الصحه والراحه، جاك جهازك كله فن تبارك الله، ان شاء الله نخيطوا لك ديال النفاس. شتوها؟ جات فنه بالصحه والراحه، جات غزاله عجباتني. هذه شي حاجه اللي دو بياس اللي حضاريه وغتبقى عندك الصراحه فيما تحتاجيها للمناسبات، وهذه تلبسيها كتبقى ديما الطوب الطوب. هذه حتى هي تونسي، ولكن عجبني الميلونج ديال الالوان، جو سامبل جو فنين. هذه جلابه ام مريم، جات فنه. شفتوها؟ جا الخزيزي مواتي، زعما بلاصه حتى هي طلعت زوينه. فيما كيكون جمع شي اقتراح اللي جديد كنحاول انني نوصله لكم. هي بغاتها غير بلي ديغرادي وجات كتحمق فنه البنات. ها هي شفتوها؟ هذا التونسي البنات حتى هو غني عن التعريف، كيبقى زوين لا في الخدمه لا في كل شيء، كيطلع متيول. هذه الخدمه الثمن الخدمه ديالها دايره 9000 ريال باش كنخدموا السيده الا جابت الثوم. ها هي جليبيه اللي غزاله اللي عجبت الناس، كنا درناها للبيع بحالها، تباعت طارت البنات، مشات حتى لاكادير. السيده حماقت عليها عجباتها. ها هي البنات فنه، شفتوها؟ خاصكم تشوفوا البنات الميلونج ديال الالوان، راه اش غنقول لكم، راه كيجي غزال. كناخذ بصراحه الوقت طويل باش انني كنختاروا الالوان، لا مع الناس لا مع، باش هكا من يطيح الجلابه تبان الالوان ديالها راه زوينين متولين مع بعضياتهم. واش فهمتي؟ كنحاول انني اللوان اللي غنخدم بهم الجلابه هما اللي يكونوا مضبوطين، وبشويه نصبر مع السيده اولا لا خلات ليا باش كناخذ انا العبار، كناخذ وقتي في التروان. فهمتوا البنات؟ شوفوا البنات اللوينات كيفاش تواتاو، ترابيين غزالين البنات فنين، لا خدمه لا فينيسيو لا كل شيء البنات. هذه فنه، هذه السيده كتجي عندنا مسكينه من سيدي بنور. جليباتك كلهم وجدتهم لك، كنقول لك بالصحه والراحه. شنو تاني البنات؟ هذه ما نعاودش لكم البنات كي دايره كتحمق، كتعجبني ضروري تخدموها البنات فنه. شوفوا البنات الرباطي كي داير، عرفتش كيبان لكم؟ يا البنات فنه، رباطي نواغ في نواغ، اللون في اللون، كطلع فنه وغزاله. هذه الثمن الخدمه ديالها دايره 500 درهم. بالنسبه للمونش غنوريهم لكم، ها هما شفتوهم البنات، شوفوا الخدمه كيفاش متيوله، كتجي غزاله هادي. وضروري تخصك جلابه نواغ، ضروري ما تقوليش لي يا اختي، جلابه نواغ ضروري كتحتاجيها، كتجي انيقه اصلا في اللبسه فنه. هذا زوين، نوريكم جلابه نواغ باللوان واشنو اختارينا لها اللوينات، وكي جات غزاله وطوب البنات، كنقول طوب طوب. شوفوا البنات هذه فنه،
هذه البنات خدمت بالطرز باليد، شوفوا البنات طريزه كي دايره. هذه جلابيه امال اخت كريمه، امال جلابيه كفنه طلعت غزاله بالصحه والراحه، شفتوها خدمت لها الطريزه هذه. وشوفوا الالوان اللي خدمت لها، خدمت بالموف والسومو وواحد القصبي، جات زوينه البرونز، جات فنه البنات في الخدمه فنه، شفتوها. نوريكم لي مونش البنات، حتى هي شوفوا الطريزه نقربكم ليها البنات، نتنيها ها هي البنات شفتوها كتجي زوينه لا في الخدمه لا في كل شيء. بعدا البنات ما ننساش كنبغي نشكركم كاملين البنات حيت وصلنا ل 30 كا، هذا بالفضل ديالكم وبفضل البارطاج اللي كتعطيوني، كنبغي نشكركم كاملين كاملين وحده 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 وحده. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي ما ذكرتيش مراكش ما ذكرتيش الرباط، كنقول لكم غير ما تحافيونيش، راه غير مع الفيديو ومع ومع الضحك كنكون صور داكشي، علاش ما انا كنشكر كاع الناس اللي متابعيني، والناس الصراحه من مراكش من الرباط من جديده من كل شيء، من فخي بن صالح من اي مدينه هنا في المغرب، كنبغي نشكركم وكنوجه تحيه لكم كاملين، شكرا شكرا بزاف على الوقت اللي كتعطيونا. شو البنات فنه وغزاله ومتوله، لا الوان لا خدمه لا كل شيء، بصحتك امال تستاهلي اكثر واكثر. شنو تاني، هذا قفيطي للبنات غزال ديال جهاره، حتى هو بغيت نوريه لكم، ها هو هذا زوين تخدم غزال، شتو البنات هذا بالقصيبي جا غزال فن. حتى جهاره الصراحه كنحتاجوها البنات، حتى جهاره سيرتو حنايا سيرتو حنا المغاربه كنحتاجو البنات جهاره، كنحتاجوها في مناسبات خفاف، كيجي عندك ضيف كتلبسيها فهمتي كتحتاجيها. صافي بقى واحد جلابه هي اللي غادي نوريها ليكم، بقاو معايا. البنات وكاينه هذه ديال لمياء، لمياء هي جلابيتك سالات حبيبتي شتوها. هذه في الصراحه السيده هذه واخا نعيا ما نشكرها ولا ياك أمل تبارك الله، وصل على النبي على هاد السيدة، الناس التعامل ولا كيفاش كيفاش بصراحة دفعت الكوموند ديالها، وكيفاش زعما اليوتيوب بصراحة لافونتاج ديالو البنات هو عرفني على شي ناس، الصراحة هاد أحسن حاجة الصراحة، كيعرفك على شي ناس كتكون عندك معرفة اللي كتيرة. هاد السيدة هادي دفعت الكوموند ديالها من فرنسا، دفعت هادي ودفعت الباج، ودابا اللي دابا راه ما بقاش غير هي متابعه اولا مثلا سيده كتدفع الكوموند، ولات بحال شي وحده مني اختي ولا هادي كتثق فيا، شفتوها البنات كتثق فيا كتثق في الذوق ديالي، وحتى انا كنعاونها. هيا لمياء بصحتك لمياء، بالصحه وبالراحه وتلبسي وتعاودي ان شاء الله باذن الله، وما غتكون ما غيكونش هذا الكوموند الاخر اللي غادي نصيفطو لك، اكيد غيكونوا لي كوموند لي كثار اكيد. كنتمنى تخدمك تعجبك الخدمه ديالنا، كنتمنى. المهم انا راه عجبتني جلابيتك لمياء بالصحه وبالراحه، وكنقول لك تستاهلي اكثر. البنات كنبغي نشكركم، كنبغي نشكركم في الصراحه على الوقت اللي كتعطيوني، ماشي ساهل انك تفرجي في فيديو فيه 18 دقيقه ولا 20 دقيقه، باقي كنعاودها وكنقولها، كنبغي نشكركم وكنبغي نشكركم على 30 كا اللي وصلت ليها بهذا بالفضل ديالكم اكيد، كل ما كنتوش كتبارطاجيونا القناه اولا كتعطيونا لي لايك اللي كتعطيونا القناه ما غتشافش، وغنبقاو محدودين في واحد العدد اللي قليل، كنبغي نشكركم بزاف 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 بزاف، شكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي عطاوني لي لايك، شكرا الناس اللي خلات لي كومونتير وقالت لي استمري وسام، كنبغي نشكركم وكنقول لكم راه التحفيز ديالكم اولا التشجيع اللي كتعطوني راه ما كيمشيش هباء، والله القاسم البنات لا الا كيزيد يعاونني وكيعطيني طاقه ايجابيه كنبغي نعطي اكثر،
وعندي شي حوايج اللي باغي نديرهم، وهذا بالفضل ديالكم البنات، قسما بالله الا بالفضل ديالكم، شي حوايج اللي باغي نوصل ليهم، اولا دوك الطموح ديالي كيزيدوا يكبروا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، شكرا بزاف بزاف، شكرا على الوقت، شكرا على كل شيء البنات. واخا نعيا نشكركم ما غنوفيش، والله ما غنوفي، شكرا لكم. بقاو معايا الفيديو الجاي، فيديو من ورا فيديو ان شاء الله. كاينين دي فيديو زوينين، كاين بزاف ما كنحاول انني نعطيكم، كنبغي نشارك معكم داكشي اللي كنبغي انايا، بحكم انكم كتثقوا فيا ولا كتثقوا في الذوق ديالي، كنبغي نشارك معكم داكشي اللي عندي. شكرا، ولا تعطلت لكم عليكم، سمحوا لي راه غير الوقت ومع الضغط كتجيني واحد الوقيته اللي كانت بلونطا البنات، كنحس براسي صافي ما بقاش عندي حتى فين نهز لمقاص لا ندوي لا والو. سمحوا لي بزاف، ولكن كنحاول انني ما نتعطلش. بقاو معايا وديما شجعونا وديما عطيونا لي لايك وديما البارطاج، وشكرا وباي باي عليكم.